مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء الروحانية. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن الروحانية، نيتنا لشهر رمضان، شهر أبريل. اللي ما حط النية يا جماعة بليز، واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم برضو. فيلم من هذا الشهر يعني حتى الآن التعليقات كلها 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 جميلة. بعض الأشهر يكون كذا في وجهات نظر في الفيلم، بس تعليقات حتى الآن كل اللي شافوا الفيلم يعني أعجبوا فيه. بصراحة الفيلم جميل جميل جميل، مليان حكمة ومليان عميق عميق صراحة. أوكي، لا تنسون تشوفون الفيلم مع زحمة يعني إعلام رمضان. وبرضو عندنا 10 مواد مرتبطة بنية الروحانية ممكن تحضرها، موجودة على smaya369.net. عندنا قصة الروح، نداء الروح، عمر الروح، أسرة الروح، عندنا الجوع الروحي، عندنا علم الصيام مع الدكتور باسل وسعيد، كثير جميلة عجبتني. وعندنا رمضان ريكونكت، قصص قصيرة معبرة مليانة بالحكمة توصل لك المعنى باختصار. وعندنا وش عندنا بعد؟ عندنا أسرة الروح، قلنا أسرة الروح، رسائل الأرواح، هاي نسيتها أمس، رسائل الأرواح. طيب، وعندنا مواقيت الروح اللي راح أتكلم عنهم الآن، نداء الروح، عقود الروح، عمر الروح، قصة الروح، الصيام، الجوع الروحي، أسرة الروح، رسائل الأرواح، رمضان ريكونكت، مواقيت الروح. مواقيت الروح اللي نتكلم عنها اليوم إن شاء الله. طيب، صح؟ تقول شلون تنسين رسائل الروح؟ طيب، أبغى أرحب بأصدقائي على تيك توك، أهلا وسهلا، شرفتوني. ما أعرف ليش أمس كذا يعني ما قدرنا نتصل، هو النت على كيفه، ما أعرف اليوم نفس النت بس شعبك الله يتمم. Thank you، I love you بشرة حبيبتي إشراق. طيب، نية الشهر الروحانية، وخلفية الجوال موجودة في حسابي على تويتر. لو ما عندك حساب على تويتر تقدر تكتب في جوجل سمية ناصر تويتر، راح تطلع لك أول تويتة مثبتة فيها النية وفيها خلفية الجوال وفيها الفيلم. أوكي، نتكلم عن مواقيت الروح وبعدين ناخذ أسئلة. طيب، مواقيت الروح، إيش نقصد بمواقيت الروح؟ مواقيت الروح هي مواقيت مهمة مجدولة إذا صحت التسمية، لها وقتها المحدد، واللي رتب هذا الوقت هو الروح. الروح هي اللي رتبت هذه المواقيت. هذه المواقيت هي كثير مهمة ورئيسية، رئيسية جدا في التجربة. وبسبب انها هي كثير مهمة كان لازم تكون الروح هي اللي تجدولها اذا صحت التسمية، كان لازم. لانه لو كان الامر او لو كان الاختيار مربوط بالاجساد الاخرى، الاجساد المادية مثلا، فالاجساد المادية مو دائما هي عندها النضج الكافي انها تحط التوقيت بالوقت المناسب. يعني تخيل انك انت تقول للطفل، الطفل طفل بزر يعني، تقول للطفل انت متى تبغى توقيت الحلاوة، يقولك الان،
أو أنت تبغى توقيت الآيس كريم الأهم، تحس إنه هو ما عنده النضج الكافي إنه هو يحسب الموضوع أو يكبر الرؤية أو يشوف الموضوع من زوايا متعددة، بحيث إنه يشوف مثلاً هل الفكرة مناسبة ولا هي مناسبة، هل القصة تناسبني ولا ما تناسبني، هل الآيس كريم يناسبني ولا أنا تعبان ومريض، هل التوقيت مناسب ولا لا، هل هو بعد الأكل قبل الأكل. ما يستطيع إنه يقيس كل هالأشياء. فالإنسان مع مواقيت الروح أجساده المادية كثير ضعيفة عن إنها تجدول هذه المواقيت بطريقة متزنة. يعني مثلا لو قلنا لشخص أنت حط توقيت الوفاة، أوكي، هذا الشخص يعني أجساده المادية عادية مثل أي إنسان، متوسط أي إنسان، أو قد يكون نائم أو قد يكون مرتبك جدا، قد يقولك يلا الآن بموت، الآن يلا خلنا نخلص الموضوع، الحياة هذه الزيف التعبانة الفوضوية اللي معجز تعرف لها، خلاص خلونا الآن نخلص القصة. أو ماذا يقولك لا خلوها 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة مع. فمن المحتمل أنه الأجساد المادية ليس عندها الإمكانية أو القدرة، غالباً مو كلهم، غالباً يعني أغلب الأجساد المادية ليس لديها النضج الكافي لجدولة هذه المواقيت. ولو أعطيت هذه الجدولة كان خبصة الدنيا، زي الطفل لو عطيته قلت له شوف خذ هذا الدولاب الحلويات، هذا سوي له جدول، لو قلت له تفضل هذا دولاب الحلويات حق السنة كاملة، أوكي، سوي له جدول وانتظم في الجدول، يعني بيقعد ويبسط ويأكل يأكل 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 لما يفطس. بالضبط هذا اللي راح يسويه الإنسان بأجساده المادية لما يعطى المواقيت هذه. فكانت الروح هي مسؤولة عن هذه المواقيت، إنها هي اللي تحدد هذا وقته كذا، هذا وقته كذا، هذا وقته كذا، وبالتالي أصبح في حفاظ على التجربة، في حفاظ على التجربة من الفساد، أوكي، إنه التجربة لا تفسد بسبب إنه الروح هي اللي حاطة المواقيت. ومواقيت الروح هي مثل المراسي للتجربة، هي اللي مثبتة التجربة، لو طارت المواقيت هذه اختفت التجربة، هذه المواقيت مثل المراسي، مثل المثبتات للتجربة. طيب تقول اشتركت في مواقيت الروح، حلوة، برافو حبيبتي انت، يعني ايش؟ يعني نخلي اللي يبغى يسجل يسجل ونسكر الحديث عن مواقيت الروح. اوكي خلنا ناخذ مثال بعدين نقفل الموضوع، خلاص اوكي ناخذ مثال بعدين نقفل الموضوع. ناخذ مثال المغادرة الاولى، احنا عندنا مغادرتين، اوكي، المغادرة الاولى هذا مثال على مواقيت الروح. المغادرة الاولى اللي هي الموت، هذه وقت من مواقيت الروح، تالي الروح هي اللي تحددها. قصة انها الاجساد المادية تعرف او ما تعرف هذا موضوع ثاني، هذا موضوع اخر، هذا موضوع فيه قصة طويلة عريضة، وفي كثير من المدارس والفلسفات ترى انه من المحتمل انه الارواح الارضية عندها خبر عن الموضوع، بس مو بيدها الموضوع، وين بيد؟ هناك بيد الجسد الروحي. ف المغادرة الأولى مرتبطة بالجسد الروحي. مغادرة ثانية تكلمت عنها وفيها كلام كثير صراحة، برضو شرحت الكلام في مواقيت الروح لأن فيها فلسفات كثيرة للمغادرة الثانية، وعندها ارتباطات، يعني أنها مرات لازم يصير شيء عشان تتم المغادرة، وبعض الناس يقولك لا أنه الروح ممكن تكون محبوسة في بعد ما لسه ما راحت للبعد الروحاني، لما تخلص عندها ملفات تخلصها أو عندها
قصص مرتبطة بالتجربة الأرضية بتخلصها أو كذا. المهم خلونا نأخذ أسئلة. أوكي، الروح بأمر ربها. بالضبط، يا سلام عليك يا سلام عليك. نفس عميق، نفس عميق. تقولك تطرحين المشكلة بس ما تطرحين الحل. هو ما في مشكلة أصلا عشان نطرح الحل، ليس هناك مشكلة أصلا. أنا قاعدة أطرح معلومات، أنا ماني قاعدة أطرح مشكلة أصلا. طيب يا جماعة، أثير حبيبتي تقول واحدة قبل فترة وزعت علينا بالحرم سبحة تشبه اللي بالصورة. أو واو، مع أن على فكرة اللي في الصورة جزء منها إحنا مصممين، مو يعني إحنا مدخلين بعض التفاصيل. جميل جميل، إشارة جميلة. صديقتي تقول ليش وأنا صغيرة كنت أشعر بروحانية، لما كبرت اختفى هذا الشعور. خليني بقول لك شيء، الإنسان هو يعني هو طفل، أسهل إنه يكون عنده اتصال بالجسد الطاقي والأثير، أسهل، لأنه يكون كثير من الأشياء، الأفكار والقوالب اللي موجودة في الجسد الفكري لسه ما نضجت، ما اكتملت، وهذه القوالب لما تكتمل خلاص تسوي بلوك. القوالب في الجسد الفكري لما تكتمل وتنضج تسوي بلوك، عادوين انت تقدر تفك البلوكات في حياتك ولا ما تقدر. فيصير بعض الأشخاص عندهم تجارب في الطفولة مرتبطة بأبعاد أخرى، بطاقة معينة، بالأثير، كذا قصص يعني ما هي موجودة في العالم المادي. بعدين لما يكبرون خلاص يعني يصيرون بنوا كل البناء المادي فقفل عليهم الموضوع. فيصير يصير. سما حبيبتي تقول هل نحتاج ننظف مشاعرنا حتى نفهم مواقيت الروح؟ لا لا، ما يحتاج، محتاج يعني موضوع بسيط، موضوع بسيط، ما يحتاج تنظيفات ولا يعني. هو موضوع مثل موضوع مثل عمر الروح. شو يقولك عمر الطفل، روح الطفلة كذا شكلها كذا طريقتها كذا، تقولين أبغى أسوي لا ما لها دخل، هذه عمر الروح. في صحيح فلسفات ترى التطور، فلسفات لا ترى التطور. نفس الشيء مواقيت الروح، إنه أنت تعرفين في هذا الوقت في هذا الوقت في هذا الوقت، هذا الروح هي مسؤولة عن القصة هذه. صديقتي سارة تقول هل تنصحيني بنداء الروح؟ عمري 27 وحسب الفلك أمر بعودة زحل الأولى بالحوت وأشعر بتغير كامل في هويتي. جدا جدا راح تساعدك كثير أنك أنت تفهمين الموقف اللي أنت تمرين فيه، كثير كثير مفيدة لك. أنا في عمر 27 جاني نداء الروح. هل الروح مسجونة في الجسد وتبحث عن الحرية؟ يعني هي محدودة فيه. تبغين تعبرين عنها أنها مسجونة؟ هي محدودة كثير فيه، كثير محدودة كثير، يعني وين هي يعني عندها من إمكانيات، وشوية شوية 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 تتقلص إلى يعني أشياء كثير محدودة. بس طبعا بعض الناس لما يكون نائمين ما يشعرون انه الجسد هو قاعد يحد من القصة. واكثر شيء راح يفهم القصة الشخص المريض اللي يحس انه او واو، هو يعني شعوره تفكيره قصته كلها اكبر من الجسد اللي هو محصور فيه. لذلك لما تتطور الارواح تقوم تستخدم تتوسع برا الجسد المادي، يصير هذا من أدواتها أنها تمشي برا الجسد المادي وتشتغل برا الجسد المادي وترجع تعيش التجربة، لكن يكون عندها مساحة بعد، فهي تعرف أنها هي محدودة في أشياء ما تقدر تسويها من خلال الجسد المادي، لازم تطلع برا. صديقتي تقول هل هناك علاقة بين مواقيت الروح ووقت تجلي الهدف؟ وإذا كان علاقة كيف نعالج الرغبة في تحقيقه إذا لم يحن الوقت؟ لا، غالبا يعني الأهداف العادية مثلا أبغى الفيراري الحمراء،
أبغى شنطة الشانيل، أبغى شهادة الماجستير، أبغى شهادة الدكتوراه، أبغى أتخرج من تخصص الفلاني، أبغى العريس الفلاني. هذه كلها لا، ما هي محتاجة مواقيت الروح، مش من مواقيت الروح، مش من مواقيت الروح. فبالتالي يعني تتجلى أو ما تتجلى، هي قضية مرتبطة بالطاقة وأقل، ما هي مرتبطة بالروح، إلا إذا كانت جوع روح، هذا موضوع ثاني. هذا موضوع مرتبط بأنه ما في باب أصلا، ما في باب. صديقتي تقول بعد الاستيقاظ من الجوع الروحي والتجرد، هل هو أيضا مواقيت الروح؟ عجبني السؤال. خلينا نشوف. قد يكون، قد، مو بالتأكيد بس قد، محتمل يعني، في احتمال، في احتمال، في احتمال. قد يكون استيقاظ، قد يكون انفصال، في محتمل يعني، بس مو أكيد. بس عموما إن الواحد يخلص الموضوع الجوع الروحي، ترى هذا تطور، تطور كبير. هل ممكن الروح لا تؤدي رسالتها؟ طبعا في مدارس ترى انه في روح موجودة ما أدت المطلوب عليها، وبالتالي هي ما فهمت الدرس او ما فهمت دورها ورسالتها. وفي مدارس ترى انه الأرواح هي تؤدي رسالتها، وانا اميل الى هذه المدرسة، اميل الى انك انت مؤدي يعني 99.99 هم مؤدين، عرفوا أم لم يعرفوا. لأن الطينة الخلطة اللي أنت موجود فيها هي خلطة الرسالة، هي خلطة الرسالة شئت أم أبيت. أنت معجون بطينة، إنه هذه الطينة تسوي كذا، يؤدي هذا الدور في هذه القصة. فأنت إذا ما سويت هذا وش تسوي؟ أنه أنت ستؤدي هذه الرسالة، بس قد ما تكون عندك الوعي لهذا الشيء، أو طبعا تكون أكثر تفوقا، يكون عندك وعي لهذا هذه الرسالة وتأخذها المرحلة كثير متطورة. بس أنا شخصيا أشوف أنه الكل مؤدي الرسالة، أشوف أنه الكل مؤدي الرسالة. عندي رغبة ملحة لعيش قصة حب، ولا أعرف إذا كان جوع روحي أم لا. ملحة 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 إلى أي حد؟ لأي حد؟ يعني أنه أنت تكركبت حياتك عشانها ملحة، كركبتي حياة الآخرين عشانها ملحة، أبغى أقول نعم جوع روحي. أما ملحة يعني حضرتي كورس جذب شريك الحياة وسويتي البورد وحطيتي الصور وكذا، لا عادي، هذه عادي، ما وصلتي يعني حالة الإلحاح. صديقتي تقول لما الإحساس يكون دايم صح لدرجة أنه يتنبأ بمستقبلي ويصير الحرف الواحد، هل هو جذب أو شيء آخر؟ هي قصتين مع بعض يعني، تقولين هل أنا جذبت ولا أنا عرفت؟ هل أنا جذبت ولا أنا عرفت؟ هو كلهم، هو أنت وين كنت قاعدة؟ هو كلهم، هو أنت وين كنت قاعدة؟ تكلمت عن هذه العقدة في قصة الروح، انك انت لما تقعد هنا في معطيات وفي يعني اوراق في زاوية معينة، وتقول لك انت تشوف من هنا، وبعدين لما تقعد من هنا انت تشوف الزاوية الثانية تماما، مختلفة تماما، عندك معطيات مختلفة تماما، وتحس انه انت مطلوب منك انك تدير القصة من الجهتين. عقدة تدير القصة من الجهتين. فانت لما تقعد من مكان كي تقول ايه انا جذبت، أنا أصلاً يعني حطيت هذا في البورد وجذبت وكنت حاسة أصلاً أني أنا بيصير هذا الشيء. وممكن أنك أنت تطلع على مستوى الروح وتشوف تقول أنا سويتها، أنا جذبتها. وممكن برضو تقعد على مستوى الجسد المادي وتقول لا أنا ما أسوي شيء، أنا يعني إيش على قد، بس أنا بس جتني معلومة، جتني معلومة كذا، جتني معلومة. فهي تختلف يعني، تختلف يعني انت وين قاعد. تلقاهم في النهاية واحد. تلقى في النهاية احنا نطحن في نفس الدائرة.
مشكلتي مع مديري اللي يسوي مقارنات، هذا وش دخله في موضوعنا؟ طيب صديقتي تقول من بدأ رمضان وأنا متضايقة، رأسي يعورني، أبغى حرية، كرهت بعض أقاربي. ما أدري إيش قلت، أقاربي بدون سبب، بدون سبب، بدون سبب. أكيد عين، أكيد عين، أكيد جني، أكيد سحر. حبيبتي أنتي، أول شيء أنتي حطيت النية معانا ولا ما حطيت النية؟ بس عشان أعرف وين موقعك من الخريطة. صدقيني ما أمشي بدون سبب، ما أمشي بدون سبب. يعني كل شيء صار في نية خلف الموضوع، في نية خلف. هل أنتي في نية الحظ ولا في نية؟ أول رمضان كنا ما زلنا في نية الحظ بعض الأشخاص، وبعضهم ما دخلوا على الروحانية. أنا عملت عملية وأنا صغيرة، منذ ذلك الوقت حسيت نفسي كبرت جدا، أحس دائما أن روحي قوية عكس جسدي. إيه تحس، تحس مرات في مواقف في 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 سنة من سنوات حياتك أو في لحظة من لحظات حياتك، تحس أنه أنت بعد هذه اللحظة غير، تحس أنه هذا الحدث اللي صار أو هذه السنة اللي صارت أنت بعدها نضجت، أو كأنك صرت أكبر بعشر سنوات، أو كأنك يعني كأنه صار كذا في شفت، في تغير. وطبعا مثل هذه المواقف هي تعتبر مواقف يعني تنضج الإنسان، ومرات تكون مواقيت للروح. قد تكون حالة يقظة، قد تكون حالة انفصال، قد تكون حالة اتصال، قد تكون حالة تكليف. يعني ما أدري إيش ممكن أنها تكون. لو حضرتي مواقيت الروح يمكن تقدرين بالضبط تسوي لها داونلود على وقت من المواقيت. ومرات أنت ما تقدر تحدد، مثلا أنت عندك الآن تحديدين هذيك العملية، فالعملية هي تقريبا ساعة، أربع ساعات بالكثير، عشر ساعات. فأنت تعرفين أنه هذيك العملية هي اللي فرقت حياتك، هي اللي صار فيها التوقيت معين، صار فيها توقيت. مرات ما تكون كذا بهالتحديد، مرات تكون فترة، فترة من عمرك يعني، وبعدها تقول أو واو أنا يعني أنا مو أنا أصلا، أنا مختلف تماما يعني بعد هذا التوقيت، أو بعد هذا السنة، أو بعد هذا الشهر، أو بعد هذه الفترة من فترات حياتي. مرات مثلا تدخل الجامعة تقعد تحوس وكذا وتصير لك قصص، تطلع تحس إنه كأنه صار شفت، مع إنك ما كملت الجامعة، بس يعني صار كذا، يعني كأنك دخلت كذا، ضربت في خلاط، بعدين كأنك يعني صار في توقيت للروح، صار في تدخل، تحس إنه الروح لها حضور، إنك نضجت، إنك كبرت، إنك شفت رؤية أكبر، صار شيء. طبعاً يعني احنا ما معنا ورقة وقلم ومعادلة، هي انت اللي تحدد، انت اللي تحس بهذا الاحساس. انت تقول اوه واو انا اذكر مثلا في عمر كذا صار كذا، في عمر كذا صح، هذا مختلف، هذا مختلف، هذا مختلف. فتقدر تميز هذه الاختلافات. فهو صار، اعتقد صار وقت من مواقيت الروح في هذه العملية، والله اعلم، انه صار في توقيت مهم للروح، صار في توقيت مهم. هل ممكن عندما نصل نداء الروح سنكتفي بأنفسنا فقط ونحتاج الآخرين، وهل هي آخر مرحلة للسلام الداخلي؟ لا، أنت يبدو لي فهم الموضوع مرة غلط. هو نداء الروح هي مو مرحلة، هي محطة، وهي محطة، ما هي يعني ما هي محبذة. ما هي يعني شيء، ما هي قصة جميلة وكذا وسلام وحالة، يعني لا، هي ما هي محطة توصلين لها، ولا هي قصة جهد تجتهدين توصلي لها، هي يعني ما هي مرحلة، هي محطة. كأنك يعني كذا البنزين خلص ودخلت هالمحطة، والمحطة شوية يعني ما هي لطيفة صراحة، ما هي لطيفة، وقد تكون موحشة، قد تكون موحشة، يعني تدخل مراحل كثير مزعجة للتجربة، في التجربة. فهي ما هي مرتبطة لا بالسلام، ولا هي آخر مرحلة، ولا هي ما تحتاجين أحد، ولا هي أنت يبدو لي فاهم الموضوع يعني غلط. مي حبيبتي تقول كيف أخفف على نفسي بمرحلة استيقاظ الروح؟ أنا ما أدري أنت وش تقصدين بالضبط. في مواقيت الروح تكلمت عن أنه
كل توقيت مهما كان ثقيل هو يسوي الترتيبات اللازمة للحدث. الترتيبات اللازمة للحدث، خلنا نقول في شخص بيموت، فإيش الترتيبات اللازمة للحدث؟ إنه يمرض، يصير له حادث عشان يموت. فهو ما مرض لأنه هو كان يحتاج إنه يمرض، هو مرض عشان يموت. يعني كان الموت هو السبب للمرض، مش المرض هو السبب للموت. فالمواقيت هي اللي تجلب أسبابها السابقة لها، عكس مو زي ما احنا نتصور انه هو مات لانه مرض، لا هو مرض لانه بيموت. طيب هو مرض لانه بيموت، هو صار لحادث لانه بيموت. فهذا هو التوقيت اصلا، هذا هو التوقيت. فالتوقيت هنا والتوقيت قرب، فالتوقيت يصنع معاه الاحداث، فيقول لك التوقيت الان قرب الوقت، قرب الجدول. جدول عندنا مثلا في هذا الصيف عندنا هذا الحدث، وقت من مواقيت الروح، شو نسوي قبلها؟ لازم نحضر. هي لي لأنه الروح تعرف أن التجربة محتاجة أسبابها المادية، أسبابها ومسبباتها، محتاجة أسبابها المادية، قانون السبب والنتيجة. فهي تحضر بالطريقة التقليدية لقانون السبب والنتيجة، تحضر للقصة. وهذا يخلينا برضو ان احنا يعني مرات نحس انه في شغل، في شغل، مو شغل اجساد ارضيه، في احداث، في احداث قاعده تصير، في احداث، مو ما يعني احداث كانها كذا سلسله من القصص وكذا، يعني لا في شيء بيصير، في شيء قاعد بيصير. وطبعا هذه الأحداث، إذا على سؤالك تخفيف استيقاظ الروح، هذه الأحداث تكون مثل الإعداد لتوقيت الروح، تكون مثل الإعداد لتوقيت الروح. دلال تقول هل تؤمنين بنظرية تناسخ الأرواح وأن الروح إذا تطهرت تتوفى؟ هذه فلسفة أحترمها، بس أنا عندي وجهة نظر ثانية. الحمل في وقت غير مقرر له، هل هو علاقة بمواقيت الروح؟ جدا، هذا وقت مواقيت الروح، ما تقدرين تفرين من الموضوع. أوكي، انولد غلط، ما كنا مقررين، ما كنا محددين. يا ماما هو يعني مضبط الموضوع من الفترينة كذا، وانتي ولا على بالك. فلا، هذا وقت من مواقيت الروح، ولادة وقت من مواقيت الروح، أكيد ما فيها كلام. وناس تلقينهم يجتهدون، اللي عندهم مثلا جوع روحي للأبناء تجتهد، ما في عملية ما سوتها، ما في يعني محاولة حمل ومحاولة إحضار طفل لهذه الحياة ما سوتها، ومع ذلك ما ضبط الموضوع، ما صارت. هاي تكلمت عنها اليوم في تويتر، انهم هم الابناء يختارون ابائهم، مو العكس، مو انت اللي تختار، هم يختارونك. والروح تبحث عن الجد الانسب للقصه، لانه كل سلسله فيها تخليطه، فمين الانسب للقصه هذه؟ مين الانسب للجروب هذول ولا هذول ولا هذول ولا هذول ولا اي مجموعه؟ مين الأنسب للقصة؟ يعني خلنا نقول كذا، يعني تخيلنا في لعبة وتخيل إنه الآباء والأمهات هم في الفترينة. أوكي، تخيلنا في لعبة والأمهات والآباء هم في الفترينة، والأطفال هم قاعدين هذا. أوكي، ها بس إيش حسب القصة؟ وش القصة؟ لحظة، وش عندنا في القصة؟ عندنا وعندنا على الطفولة، وعندنا كذا، نشوف مين أوحش أم. مين أوحش أم في الفترينة؟ أوحش أم، أوحش وحدة
مين هي عشان نطبق لنا البرنامج يا جماعة. عشان نطبق البرنامج يا جماعة عندنا احنا عندنا بنود للقصة. ها بنود للقصة. فأوحش أم يلا يس هذه هي أوحش أم بتناسبها القصة. يعني مثلا يعني تقول ذوقي وأنا اختارها لي. Oh my god. بس عشان ترتاحين يعني تحسين انت المهمه المصيبه انت المصيبه انت واختياراتك المصيبه. Oh my god تقول بشويش علينا احس انه صح اليوم كثرنا. ما معنى الريموت كنترول؟ ممكن شرح احد يشرح لها يا جماعه احد يشرح لها. تقول ما معنى الريموت كنترول؟ ممكن شرح احد يشرح لها يا جماعه. يعني ما يصير والله ما يصير والله ما يصير. ليش وقت الصدمه يكون الانسان روحاني؟ الصدمه اصلا احد مرات اغراضها انها هي تطور قصه الروح، لانه زي ما قلت لك القوالب اللي مبنيه او موجوده في الجسد الفكري كثير قاسيه وحاده انه تسمح للانسان انه هو يتوسع وانه هو يتطور وكذا. فلما تجي الصدمه تقوم تكسر هذه القوالب، تكسرها كسر. ومرات تنهار الاجساد من الصدمات، مرات تنهار تماما. يعني شفتي شخص مثلا صار له حادث دخل بغيبه يقول لك انا مت. سمعتم مثل هذه القصص؟ بعض الناس يصدقونهم بعض الناس ما يصدقون، يقول أنا مت ورحت لعالم ثاني وشفت أشياء وما أدري إيش قالوا لي الملائكة وشفت شيء أبيض شفت نور. بعدها يرجع وكذا يعني قمة الروحانية. وهو يعني الناس اللي في التجربة وفي الأرض يقولون هذا خلاص ما باقي شيء، يعني بينه وبين الحياة شعرة. عاد يعني اندهست الأجساد دهس ما هو تكسر، ما هو يعني ضعف، ما هو كذا، لا اندهست الأجساد كلها صارت مصيبة فكريا أكبر من كل العمارة اللي هو حاطها وفخور فيها. الجسد انهار بسبب ضرر جسدي والمشاعر ما هي قادرة تتحمل القصة. تخيل انهار جسدك المادي والفكري في لحظة، المشاعر كبير الموضوع، المشاعر يعني ما أدري إلى أي عمق هي تقدر تحتمل. غالبية الناس مشاعرهم ما هي كثير عميقة، فإلى أي عمق تقدر تحتمل المصيبة؟ تندهس دهس ما باقي إلا كذا شعرة خفيفة مبقيته في الحياة، فيطلع ويروح وكذا وقصة روحانية. يقول عنه محظوظ، هذا قمة الحظ، إنها خلاص الروح قادت التجربة في هذه اللحظة، قادتها بس خلاص شاف وعرف وتيقن. طيب عشان كذا لما يرجع يصير روحاني، طبعا يصير روحاني. هل رسائل الروح هي نفسها عقود الأرواح؟ لا أبدا نهائيا إطلاقا. عقود الروح هو وش اللي بيني وبينك، ايش علاقتي انا فيك، علاقات. عقود الروح وش علاقتي انا وياك، ايش العلاقه اللي بيننا، هذا عقود الروح. في عقد، في كونتراكت، اوكي متفقين عليه كذا كل الاطراف، هذا عقد بيني انا وياك، فهي علاقه. رسائل الروح شيء ثاني، مثلا في روح مشافيه ما لها دخل، بس هذا دورها في الحياة، هاي مسؤوليتها إنها تقوم بهذا. في روح مثلا معلمة، ها دورها، وتختلف عاد كل رسالة تختلف. أحس إن طلعنا فوق كثير صح، ننزل شوية. هل في علاقة بين رجوع أشخاص قدامى والتعرف على أشخاص جدد والروحانية؟ ممكن نسبة بسيطة وممكن لا. يعني مثلا لو حطيت نية الثراء أتوقع أنه في ناس بتطلع وناس بتدخل، أتوقع. لو حطيت نية النجاح
ممكن جدا ناس تدخل ناس تطلع، وارد جدا. لو حطيت نية الفراري الحمراء ممكن اتعرف على واحد عنده فراري حمراء، واحد بيجيب الفراري الحمراء. فمو بالضرورة دخولهم وخروجهم يكون الموضوع على هذا المستوى من الروحانية، ممكن يكون على المستويات الأقل يعني. بس لما هذا الشخص يدخل ويكون عنده دور، والدور هذا يكون مهم ورئيسي في الحياة، هنا أبغى أقول إنه أوه واو، هذا في قصة على المستوى الروحانية. ليلي حبيبتي تقول إذا كان كل شيء مكتوب لنا مسبقا والروح منتهية قصتها، لماذا نرغب إذن بالتطور ونستخدم الجذب لأمور هي أساسا لنا؟ لا، ما هي كذا. خلنا نقول مثلا الفرار الحمراء، أوكي نرجع الفرار الحمراء، إنه هل في قصة الروح موضوع الفرار الحمراء؟ لا بس إنها يعني خيار من الخيارات موجودة. هل الأجساد الأرضية تبغى تعيش هذه القصة؟ روح ونجيب الفرار الحمراء أو ما نجيب الفرار. فبالتالي ما لها علاقة. ففي كثير أشياء أنت وفقا لأجسادك المادية اللي تقررين تفاصيل القصة، تفاصيل القصة يعني نتعشى اليوم ملوخية ولا نتعشى شوربة جريش ولا شوربة فطر، ولا تفاصيل القصة هذه أنت اللي دورك في الأجساد المادية أنك تقررينها. فما في شيء مقلق أنه أنت يعني، ولو تكيتي زي صاحبتنا اللي متكية تقول أنها روح كبيرة، وأنا ما أدري إذا هي روح كبيرة كهلة ولا هي روح طفلة ومتكية، كلهم تكين. بس الروح الكهلة مغبطة وضعها، والروح الطفلة وضعها تعبان ومتكية. فإذا يعني صاحبتنا هذه اللي متكية وقاعدة بناء على قرارها هي يعني تجيب الفرار الحمراء ولا ما تجيب الفرار الحمراء، هي يعني تنبسط في الحياة بهذه الطريقة ولا بدون، ولا اختيارات. هو انه انت تدرك انه عندك الاشياء هذه على الطاولة. والله في اسئلة جميلة، بس مرات ما اعرف، احس يعني كأنه عندنا فئتين، فئة تبغى تروح عميق وفئة ما ترضى تروح عميق. بس في اسئلة حلوة، والله حلوة يعني نقدر نغوص يعني برضو اكثر. شيخ حبيبتي تقول ما هي الفائدة اللي راح أحصل عليها إذا عرفت مواقيت الروح؟ أنا أعتبر أكثر فائدة في مواقيت الروح أنك أنت تطمئن، تحس أنه أوه واو هذه المواقيت اللي مرة مهمة، و12 توقيت هذا اللي مرة مهمة ومراسي رئيسية في الحياة، أنها الفوضى اللي ممكن تسويها الأجساد الأرضية لن تؤثر على القصة، لن تؤثر على القصة، وستبقى القصة محمية بمواقيت الروح. وأنه كل الفوضى اللي قد تنشأ منك بسبب صدمات، بسبب قرارات خطأ، بسبب فوضى مشاعرية، بسبب تدخل الآخرين، بسبب سحب الريموت كنترول منك، أن هذه كلها في النهاية لن تؤثر على مواقيت الروح. وأن هذه المواقيت أعلى، أقوى، أثبت، راسية، تحس بنوع من أنواع الطمأنينة والحماية. ومرات بعض الناس عندهم احتجاج على مواقع الروح، فيكون عندهم نوع من القبول، نوع it's okay، يعني هذه قضية مرتبطة بالروح، ما المفروض أني أنشغل فيها، ما المفروض أني كثير أنشغل في هذا الموضوع لأنه مرتبط بمواقع الروح. وهذا شيء مهم صراحة، خصوصا للشخص اللي مهتم بمشاعره أو مهتم بالجانب الروحاني إنه يفهم الروحانية. وبرضه من الممكن أيضا إنك أنت تفهم بعض الجوانب اللي يمكن الجسد الطاقي، بس مو كثير، بس أكثر شيء هي يمكن تطمئن الجسد المشاعري وتطور فهمك للجسد الروحاني، وإنك تعرف إنه أنت محمي، والمراسي هذه محمية وثابتة لا يمكن التلاعب فيها، ولا يمكن التلاعب فيها، سواء أنت، سواء وعيك، لا وعيك، سواء الحقير اللي يتعامل معك أو بيبغي يخرب حياتك، هاي أشياء كثير محمية.
هذا هو المهم. طيب طولنا عليكم، السحور السحور. طيب يا جماعة أذكركم عندنا 10 مواد موجودة على الموقع سمية369.net مرتبطة بنيتنا، نية الروح الروحانية. عندنا مواقيت الروح، الجوع الروحي، رسائل الأرواح، عندنا عمر الروح، أسرة الروح، نداء الروح، عندنا الصيام، وعندنا رمضان ريكونكت، وعندنا نداء الروح، عقود الروح، عمر الروح، قصة الروح، الصيام، الجوع الروحي، أسرة الروح، رسائل الأرواح، رمضان ريكونكت، مواقيت الروح. أوكي يا جماعة، اللي ما حط النية يحط النية، اللي ما حط النية يحط النية. كنا قاعدين نروح عميق عميق، فبليز يعني عشان نركز أكثر ونروح مع بعض أعمق، حطوا النية بليز. تقول لك أسرة الروح عجيبة، وخلفية الجوال والفيلم موجود في حسابي على تويتر. نشوفكم إن شاء الله بكرة، تصبحون على حب.